السلامة العبد الكل. دونك اسمي زين المشعبيني، عمري 20 سنة، واليوم جيت باش نحكيكم على تجربتي الخاصة. كما قلت لكم سنة نورمالمون افونت راني تاوي كنقرا وفي الفاك وغدا يمكن نعدي كيما صحابي، اما جاتني حكايه بدلت لي طريقي جمله، طريق عمري ما كنت نتصوره باش ناخذه. واليوم باش نحكي لكم على الحاجه هذه اللي بدلت لي طريقي وحطتني في طريق احسن ما كنت نتصوره. دونك قبل ما نبدا نحب نعرف، فمش عبد فيكم في حياته في عائلته في صحابه ولا في لونتوراج نتاعو عنده مشكون مريض بالكانسير يهز يديه؟ مانيش وحدي. اليد الاولى اللي هزيتها هي للعبيد اللي كيفي المرة وكجو سوتيان. اليد الثانية هي ليانا اللي مرست وما نعرفش على روحي بريت ولا لي، وراسي المهزوز هو على خاطر مهما باش يصير باش نقعدوا احنا لي كانسيغو هزين ريوسنا وان سو با مالغري تو. ميرسي. انا مرست وعرفت روحي مريضه 7 فيفري 2014. الدات هذوما ما تنجموش تنساوهم، حتى وكان تحبوا حتى وكان تعملوا جهدكم عمركم ماكم مش تنساوهم، ومش باش تنساوهم مش على خاطرهم صعاب، اما على خاطرهم بدلكم حياتكم الحاجه الباهيه سغما. برشا عبيد كي يحكيوا على الكانسير ما يحكي لكمش الحقيقه، راهو تشوفوهم بلا شعر ومدبرمين وبالحق يسخفوكم، اما ليه راهو لو كانسير ثنيا صعيبه وطويله وتوصل، اما توصل للحاجات باهيه برشا مهما كانت خايبه من الاول حياتكم تتبدل. انا مرست وتعبت برشا، الدواء ما مشيش معايا برشا من الاول، وجيت دي سو با مال دو فوا. وباش نحكي لكم على حاجه صغيره، مانيش باش نحكي لكم على مرضي الكل، اما طاح شعري مرتين. بوغ اون فام تح شعرها ما عادش مراه. مرضي علمني اللي باش نقدر روحي مش على خاطر شعري، مش على خاطر وجهي ولا منظري، باش نعرف روحي اللي انا باهيه وعبد باهي ونصلح، والعبيد لازمها تقدرني على خاطر مخي وعلى خاطر قلبي. وانا مراه ماهوش بوجهي، انا مراه بالبسمه اللي خليها في العالم. انا عملت اونوتوغراف. اونوتوغراف هي الشيميو قويه برشا للعبيد اللي ما يمشيش معاهم الدواء بالكدا، وهي لازمها تستلزم شهر في السبيطار. عدت 22 يوم، صدقوني اصعب 22 يوم في حياتي في بيت صغيره. ما عندك الحق، كان ساعه في النهار يجيوك العباد، تبدا مريض تعب وجهك ما تحبش تشوفه متيقر، علاش انا علاش يصير لي هكا. الحاجه اللي خلتني انا نخرج منها، وممسي باش نقول لكم اللي ما عادش ناكل وما عادش نشرب وقتها، وساعات حتى نتمنى اللي من غدوه ما نقومش ويوفى عذابي، اما اللي خليني نقوم وما نسيبش معناها ونقعد جو مبا، هي عينين امي كي تغزلي تبدا تضحك لي وفي قلبها البكاء، هي عينين اختي كي تبدا تضحك معايا وفي قلبها معناها تبدا ما عادش تنجم تحب تموت في عوضي تحب تقعد في عوضي. هو بابا اللي كي يشد لي يدي يبدا يتساءل كان هو اخر مره يشد يد بنته. هي أصحابي اللي يبدأوا مجوعين عليا ومخليني كرسي بحذاهم ويبدأوا يتصوروا في نهار اللي باش نجي فيه. هي الدنيا اللي تستنى فيا، ما عندكمش الحق في الدنيا هذه. فوز ابوندوني كلكو سوا راهو شنيا الباتاي كو فو مني، علاش؟ على خاطر فما عباد تستنى فيكم، فما الدنيا تستنى في البصمه اللي باش تخليوها فيها، فما عباد حاجتها بيكم، نتوما حاجتكم برواحكم، نتوما vous existez. كان ربي عطاكم القدره باش اليوم تتنفسوا، باش اليوم انا نغزر لكم ونتنفس وعندي الضحكه، هو على خاطر انا باش نبدل لكم حاجه في حياتكم، وانتم اليوم الكلكم باش تبدلوا لي حاجه في حياتي. وما عندكمش الحق تسيبوا، على خاطر برشا عبيد تحب تعيش حياتكم، برشا عبيد اليوم تحب تكون عندها لا شانس باش تجي في بيل، برشا عبيد تستنى فيكم باش تبدلوا لهم حاجه، الدنيا تستنى فيكم. vous devez vous respecter assez باش تعيشوا الحياة اللي انتم تحبوها، باش تبدلوا العالم، خاطر العالم يستنى فيكم، في العبيد اللي كيفكم، في العبيد اللي قاعدة هنا وقاعدة تتثقف. لا في ولا بان دتخو فيكو، بالحق، وقد ما باش نقول لكم راهي ثنية صعيبة وتوصل، راهو لامبوغتون مش وين وصلتوا، أما كيفاش وصلتوا، باش وصلتوا، بنا باجاج وصلتوا، ونحبكم بالحق. ديما تحطوا في مخاخكم اللي ديما فما ما أخيب منكم، أما يوصلوا وخير برشا، معناها لازمكم تكملوا مهما يكون، مهما الثقل اللي تهزوا فيه، مهما البوا اللي تهزوا فيها على بوزيبول، معناها ديما راهو لا في فو لا بان دتر فيكو.
وراهو الحاجات الصعيبه اللي تتعديو بها فما علاش تصير، باش تتعلموا، باش غدوه تبداو خير، باش الدنيا تبدا خير، باش تبداو قويين، باش تعرفوا روحكم قداش قويين. لو كانسير ني باز اون فاتاليتي، حتى شيء ما هو اون فاتاليتي في الدنيا. لا سول فاتاليتي اللي فما هو لو ديسكور اللي نتوما قاعدين تقولوا فيه لروحكم، هي ما نجمش، ريان ايت امبوسيبل، كل شيء بيجيكم، كل شيء بالفولونتي نتاعكم. و اخر حاجه نحب نقولها لكم هي ميرسي ساعه لينا دو ماكوير اليوم، خاطر ما عندكمش فكره شنو هي القيمه اللي انا نحس فيها تويكا كي نتنفس، نجم نضحك ونجم نشوفكم وانا هنا. ميرسي بوكو. اسمها زينب شعباني، نحب الناس كل تذكر الاسم هذايا، ونحب الناس كل تشكرها. احنا اللي نشكروك اللي جيت وقبلت باش تحكي على تجربتك بكل شجاعة، يعطيك الصحة.